السلام عليكم ورحمة الله، الله يصبحكم بالخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من وسط البلد بالإطلالة اليرموكية الأولى على مشاهديها الكرام. في كل صباح نحاول أن نستعرض وإياكم أبرز عناوين صحفنا المحلية وكذلك رصد ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لنضع مشاهد وسط البلد في صورة كل الأخبار وكل التطورات على مختلف الساحات المحلية والإقليمية وكذلك الدولية. ما زال ربما الخبر المحلي الرئيسي هو موضوع معاذ كساسبة، لكن ما في شيء جديد، يعني الجرائد بنحس انه بدها تخلق يعني هذا الخبر وتضعه في الصدارة، ولكن ما في شيء جديد. الأردن يعني ما زال مصر على انه يحصل على شريط يثبت سلامة و يعني ان الكساسبة بخير، وهذا هو التطور الوحيد، ما في اي شيء يعني جديد. هذا نفس المطلب الاردني خلال الايام الماضيه لداعش، داعش لغايه الان ما قدمت اي اثبات انه معاذ ما زال على قيد الحياه، وهذا ما نرجو الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن اذا كان معاذ قد لا سمح الله قد يعني توفي لاي سبب من الاسباب في الايام الماضيه، ممكن نفسر انه ليش داعش ما اصدرت الفيديو، ونحكي انه اصلا ما كان بامكانهم لانه معاذ مش موجود. أما إذا كان معاذ، وهذا ما نتمناه بأنه ما زال على قيد الحياة، طب ليش لغاية الآن داعش لم تظهر هذا الفيديو؟ لا شك بأنها تدير حرب نفسية إذا كان هذا هو السيناريو الصحيح، أنه معاذ ما زال موجود ولكنها تتأخر عن إصدار هذا الفيديو، تدير المعركة أو تدير الحرب النفسية والحرب الإعلامية بشكل يعني ما بعرف، بشكل غريب، ربما يكون في صالحها مش بصالحها، نتمنى أنه يكون مش بصالحها، ولكن واضح بأنه ستكون هي من يتحكم بزمام الأمور. على كل حال الأيام القادمة هي الكفيلة بتوضيح كل هذه التفاصيل وكل هذه الغاز، وهنالك إشاعات كثير لأنه المعلومة مش موجودة، ما فيش تطور، فهنالك إشاعات كثيرة لن نذكرها حتى لا نتوه المشاهد بها، لأنها كلها معلومات ليست دقيقة وربما لا تصب في يعني صالح القضية بشكل عام. هذا هو الخبر المحلي ربما الأساسي. سنتناول مجموعة أخرى من ما تم تداوله. مجلس النواب امبارح يعني أدان تصريحات أدلت بها النائب هند الفايز لقناة الجزيرة الفضائية، واتهموها بأنها يعني بأنها ضد الدولة وضد مساعي وجهود الدولة في هذه القضية، والجميع يعني جميع المجلس تقريبا حسب ما تم تداوله بأنه وقف ضد هند الفايز لما قامت بالتصريح به بقناة الجزيرة الفضائية. على سيرة الجزيرة وفي المشهد المصري، يعني في كان تقارب ما بين قطر ومصر مؤخرا، وهذا التقارب تحول إلى نهج جديد لقناة الجزيرة، ولكن يمكن أنا أوضحت واللي بتابع الجزيرة خلال الأيام الماضية وخاصة بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله كان هناك تغير كبير جدا، وهناك نقل لمسيرات تشتم السيسي وتشتم العسكر على قناة الجزيرة، كدليل انه الجزيرة عادت او بالتدريج ربما يكون ذلك الى سابق عهدها في معاداة يعني الانقلاب والتأكيد على الشرعية في مصر. مرسي بالمناسبة سيحاكم ب 15 الشهر الحالي بتهمة، هذه التهمة ربما لحالها كفيلة بأن القضاء المصري يتم يعني الحديث عنها أنها تهمة كفيلة بأنه نحكي أنه لا في لا مصالحة ولا ما يحزنون مع قطر، لأن التهمة هي التخابر مع قطر. مرسي سيحاكم بتهمة بالإضافة للتخابر مع حماس، وتبين أنه العداء لحماس واضح من خلال تصنيف جماعة الإخوان المسلمين وتفرعاتها بأنهم إرهابيون، ومؤخرا يعني تصنيف كتائب عز الدين القسام بأنها أيضا تنظيم إرهابي. إذن العداء لحماس واضح، واتهام حتى الشهداء من حماس بأنهم ساهموا بعمليات معينة في مصر كان موجود، وحتى الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من عشرات السنين كانوا متهمين بأنهم أيضا كانوا وراء بعض العمليات اللي حصلت في الأرض المصرية. والآن قطر، التخابر مع قطر، وهذه نص نصيبة، هذه مسخرة يعني. أما يعني المصائب الكبرى بأنه تم امبارح الحكم على 183 إنسان بالنهاية بغض النظر عن انتمائهم، 183 إنسان في المحاكم المصرية بالإعدام بكل بساطة. يعني حسني مبارك الذي عاث في مصر فسادا وإفسادا على مدار أكثر من 30 عام، ويعني نهب خيراتها والغاز اللي كان يبيعه بتراب المصاري لإسرائيل، والآن نفس الأنابيب راح تصير مصر تستوردها بعد ما كانت تصدرها،
والنيل اللي تلوث والمقابر العشوائية اللي بيعيش فيها حوالي 5 مليون، يعني قد الشعب الأردني قبل الهجرات الأخيرة، كنا 5 مليون عايشين في المقابر في مصر، وعشرين مليون في الأحياء العشوائية اللي هي أسوأ من المقابر كمان. وكل ذلك الحكم عليه براءة، غير القتل طبعا، غير القتل المتظاهرين 25 يناير. أما هذول 183 بحادثة كرداسة المعروفة في الإعلام، تم الحكم عليهم بالإعدام بكل بساطة، وقبلهم 500 واحد إعدام، ويعني تهم توزع هنا وهناك بشكل ظالم لم يسبق له مثيل الحقيقة. يعني مصر تخطط يعني مش عارف كيف ممكن نوصف الظلم المنتشر الآن في مصر وفي قضائها وفي نظامها. رح نروح على تفاصيلنا، ومجموعة كبيرة رح تكون اليوم معنا من الفيديوهات ومن اللقطات، لأنه امبارح ما عرضنا كل شيء، خاصة بعد الخبر الجميل اللي هو أيضا من الأخبار المهمة بالإفراج عن الدكتور محمد سعيد بكر. ورح نكون خلال سياق هذه الحلقة أيضا بتفاصيل إذا تم الإفراج عنه وخروجه يعني من السجن بشكل رسمي، لمحاولة التواصل معه أو مع يعني من هم مطلعين على الإفراج عليه مباشرة، حتى نزف هذا الخبر لجميع المشاهدين، وهو متوقع صباح هذا اليوم أن يتم. إذا فاصل قصير مشاهدينا، رح ندخل للتفاصيل، فابقوا معنا. صباح الخير مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم معنا في وسط البلد وصحفنا التي سنتناولها ونطلعكم على أبرز عناوينها. والبداية كالعادة راح تكون مع صحيفة الغد، واللي كان أيضا العنوان فيها عن الكساسبة، ولكن لا جديد، يعني كما قلت هو فقط يعني للتبيان أنها ما زالت القضية الأولى والمهمة يمكن في جريدة الغد، لذلك تفرد لها المساحة الكبرى في صفحتها الأولى، لكن ما في شيء جديد. الأردن يصر على شرط إثبات أن الكساسة بخير، هذا التصريح يعني قبل 4 أيام يمكن كان من المؤمن. إدانة نيابية لتصريحات نائب شككت بإدارة الدولة لقضية الطيار الأسير، والمقصود فيها النائب هند الفايز بتصريحات لقناة الجزيرة. وطرح يعني هذا الموضوع من أحد النواب يمكن كان، وثم باقي النواب طبعا كلهم انساقوا مع هذا الموضوع لكي يتهموا زميلتهم بأنها يعني تصريحاتها مرفوضة وأنها مستغربة وأنها يعني لا تمثلنا كنواب، وأن وهي تهاجم فيها الدولة الأردنية وتثير البلبلة، وما خلوش يعني عليها. وكان أنا شفت لقطة، يعني إذا كانت هي لقطة مباشرة كانت موجودة، يعني هند الفايز الكل كان قارب عليها والكل كان يتحدث عن تصريحاتها وينتقدها وهي موجودة، يعني هي صاحبة شخصية قوية الحقيقة. أنا ما سمعت شو حكت، لكن يعني النواب ما خلولها وهي جالسة وتستمع إلى كل هذا الهجوم الشرس اللي كان من زملائها. طبعا الحكومة في ظل الانشغال بقضية معاذ الكساس بعملت شغلتين. أول شيء أقرت موضوع رفعة الكهرباء و7.5% وخلاص مشوا حالكم وتأقلموا عليها. والموضوع الثاني صار امبارح، وهو أن الأردن أعاد سفيره إلى إسرائيل. يعني خلاص الناس نسيت الموضوع، طبعا احنا فزعات معروف، حتى قضية معاذ يعني بعد كم من يوم رح يعني يخف الاهتمام بها، وكلنا معاذ والحديث عنه والتسطيط كل الأضواء بخف، وبنشوف إنه موضوع جديد نلتهي فيه. الأردن أعاد سفيره إذن إلى تل أبيب، هذا السفير الأردني وليد عبيدات، وطبعا الحجة بذلك بأنه يعني إسرائيل هدت اللعب، هكذا يعني الكلام الحكومي، بأنه احنا شفنا والله أن المسجد الأقصى أموره تمام والمصلين يعني أعدادهم كبيرة، ويعني بالتالي ما ظل سبب أنه احنا نخلي السفير موجود في عمان وخلينا نرجعه. يعني مع أنه بالمناسبة امبارح فقط كان هنالك يعني اقتحام المسجد الأقصى والاقتحامات مستمرة، ولكن هذه الحجة الحكومية أنه إسرائيل الآن وصلتها الرسالة، وهذا المزعج. يعني ما بعرف إذا هم بيضحكوا على حالهم ولا مصدقين الموضوع فعلا، أنه إسرائيل أوقفت أو يعني خففت من الانتهاكات للمسجد الأقصى وسمحت للمصلين بأداء الصلاة عشان الأردن، يعني عشان إحنا سحبنا السفير الأردني. يعني إذا هم مقتنعين في هذا الموضوع فهي مشكلة صراحة، لأنه يعني طبعا
هنالك اعتبارات عديدة وكثيرة، والأردن حتى بالإعلام الإسرائيلي، وعندما نستعرض الإعلام الإسرائيلي ما بنسمع أنه والله إسرائيل المتخوفة من التصريحات الأردنية ومن التهديدات ومن سحب السفير ومن تصريح لمجلس النواب ولا للحكومة. هذا كله لا يؤثر بإسرائيل ولا تهتم به إطلاقا. في أخبار يعني سريعة أيضا، حظر ترخيص مخابز جديدة، وهذا الخبر يعني واضح بأنه لأنه المخابز تترتب عليها تكلفة من الحكومة لدعمها بالطحين، الطحين المدعوم عشان يعني خبز الخبز، وبالتالي كان هنالك قرار بأنه ما في ترخيص لأي مخابز جديدة إلا بالقرى النائية واللي بيزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة وما عندهم مخبز، هناك مسموح يعني إنشاء مخبز جديد. في توجه نيابي لإعادة نقاش قانون العمل طبعا، وهذا يدل على أنه ما في عندنا استقرار تشريعي. كل قانون قال نسيوا بالقانون، نسيوا إيش يعني، نسيوا موضوع مهم جدا وهو السماح بتشكيل النقابات العمالية. يعني شوفوا شو نسيوا بالقانون، قانون العمل، وبالتالي سيعاد مناقشته من جديد. ومتذكرين قانون المالكين والمستأجرين كم مرة ناقشوه، وكل قانون نفس الشيء، نفس القضية. قانون ضريبة الدخل كل سنة يتم مناقشته، وبعد ما أقر مجلس الأعيان مؤخرا قانون ضريبة الدخل كان هنالك حديث عن يعني أنه راح يطرح في الدورة القادمة لإعادة نقاش. شوفوا كيف، وهنا يعني بتحكي المواد اللي أرسلتها الحكومة للتعديل هي غير كافية، وخاصة أنها ما تطرقت للحفظ الحق في التنظيم النقابي للعمال. يعني شيء غريب، شيء غريب، كل شوي يكون في عنا قانون. وهنا أيضا خبر أخير نختم فيه صحيفة الغد، بعد البتراء أصحاب منشآت سياحية بمادبة يستغيثون. كانت الاستغاثة الأولى إذن من مادبة، عفوا في البتراء، والآن هي استغاثة من مادبة والتي تعاني معاناة كبيرة جدا في الموضوع السياحي. طبعا الآن ممكن نحكي أنه مع أي مسؤول في وزارة السياحة أو أي مسؤول حكومي أو حتى نيابي، لأن النواب يدافعوا عن الحكومة أكثر من الحكومة نفسها، ليش السياحة خربانة وليش ما إحنا يعني مطورين هذا الموضوع؟ بقول لك الإقليم ملتهب وفي حروب وغيره، ما وبالتالي الناس يعني السائح بخاف إنه يجي على الأردن. جميل، لكن يعني هنا أنت هنا وظيفتك ومهمتك بأنك تروج بأن الأردن في وسط هذا الإقليم الملتهب. هذا الكلام اللي بنسمعه دائما وهو صحيح طبعا، إنه الأردن في هذا الإقليم الملتهب آمن والحمد لله رب العالمين، وبالتالي هو يعني يفترض أنه أنت تستغل أنه ما في سياحة بمصر، ما في سياحة بسوريا، وسياحة في لبنان أيضا في خوف أكثر في لبنان من أوضاع سياسية وأوضاع أمنية سيئة، والعراق طبعا انسوا موضوع، وهذا هو الإقليم، اليمن، ليبيا، مصر، يعني كل هذه الدول معروفة خربانة. هلا لو ما في أي ما في هاي الشيء، ولو احنا ايام قبل الربيع العربي كانت السياحة يعني هي مزدهرة، من كانت خربانة كمان؟ ليش كانت خربانة؟ كانوا يحكوا لنا شو، لانه في منافسة قوية من لبنان ومن سوريا ومن مصر ومن يعني من هذه الدول. الان لانها خربت هذه الدول حكوا والله لانه خربت، فالحجة جاهزة. واتوقع انه يعني ما يذمر في اقليمنا، مع انه احنا نتمنى الخير دائما لامتنا ولبلادنا العربية، لكن نحكي عن واقع، هذا الواقع الموجود الان يفترض أن يكون لصالح الأردن في الجانب السياحي، لأنه إحنا الخيارات في الشرق الأوسط يعني في منطقتنا في عالمنا العربي أصبحت محدودة للسياحة إلا في الأردن، ومن الممكن أنه نروج في مادبة ليعني المعالم السياحية وفي البتراء وفي العقبة والبحر الميت وعجلون وجرش. ولكن احكوا لي أي مرفق سياحي موجود في الأردن غير المرافق الخاصة الخمس نجوم اللي في العقبة والبحر الميت، اللي هي تكلف أضعاف ما يتكلف زيارة الأردن، يعني من عمان للبحر الميت بنص ساعة، ومن عمان لشرم الشيخ أرخص، من عمان لشرم الشيخ بالطيارة وبالفنادق وبالإقامة أرخص من الإقامة في البحر الميت، والعقبة كمان نفس الشيء. وبالتالي يعني ما في شيء مشجع، عجلون كلها بكل جبالها وبكل يعني جمالها ما فيها ولا مرفق سياحي واحد يعني، ولا فيها مطعم من الفئة يعني الجيدة، خلينا نحكي إنه يروح السائح يقعد فيه. وقيسوا عليها باقي بلدنا وجمال طبيعتنا وآثارنا والإرث الحضاري التاريخي الكبير اللي إحنا مش مستغلينه وللأسف الشديد. إذن هذه أبرز أخبار الغد، رح نأخذ وقفة قصيرة ونواصل فقراتنا، فابقوا معنا مستمرين معكم إذن مشاهدينا، وهذه المشاهد الجميلة الحقيقة،
يعني احنا في فصل الشتاء وان شاء الله يعني ربيع قادم ويكون ربيع جميل في كل مناطق بلدنا بعد يعني الثلج الأخيرة وكميات الأمطار اللي الحمد لله جيدة كانت. وهنالك إصرار يعني احنا امبارح حكينا مع دائرة الإرصاد الجوية بدناش نرجع نعيد لأنه واضحة يعني أعطونا يعني النشرة والتوقعات خلال الأيام القادمة. لكن يعني هنالك موقع اسمه موقع الرعد العربي وهو يعني مصر أنه هنالك عاصفة ثلجية قادمة وسماها فلحة بعد هدى فلحة فلحة قادمة. طيب يعني إذا هدى عملت فينا اللي عملته يعني شو تتوقعوا أنه فلحة تعمله في البلد؟ على كل حال المتنبي الجوي اسمه محمود الهنداوي قال بأنه الأردن وفلسطين وعموم بلاد الشام راح يكونوا على موعد مع العاصفة الثلجية فلحة، وهذا بعد الثامن من الشهر الحالي الأسبوع الجاي. وأفاد بأنه في كتلة هوائية باردة راح يعني تنزلق إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط وراح تعلن بداية هذه العاصفة فلحة، واللي راح تعصف بالشرق الأوسط وتجلب الثلوج الكثيفة للأردن وفلسطين وعموم بلاد الشام وتصل حتى إلى شمال المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أكد يعني هذا المتنبي الجوي الهنداوي بأن العاصفة فلحة راح تذكرنا بثلجة عام 92 واللي ستتميز بالرياح القوية الباردة جدا والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج بكثافة ودرجات حرارة متدنية، وراح تصل في بعض المناطق المرة الماضية يعني قيل انه 10 بالعشرة ماينس وانما الان 15 ماينس موسكو يعني تقلب البلد. والهنداوي وجه رسالة لعموم بلاد الشام بان لا ينخدعوا بالشمس الدافئة، هذه كلها يعني الهدوء قبل العاصفة اللي الوضع الحالي، وهي ايام قليلة وستعود بعدها الاجواء الباردة والثلوج الغزيرة لتعصف في بلاد الشام. كلام كبير يعني احنا حبينا انه نعرضه عليكم من خلال يعني ما تم رصده من هذا الموقع اللي يقال يعني من اللي كانوا متابعينه انه كان يتنبأ تنبؤات صحيحة نوعا ما فيما يتعلق بالعاصفة هدى. ف يعني وهو ما بعرف اذا كل هذا الكلام كان كذب، يعني والايام جاي 8/2 جاي، اذا كان كله هذا كذب فهو راح ينحرق هذا الموقع ويروح يسكر احسن له اذا ما صار من كل هذه الامور. ما فيعني هاي بتدعونا انه يعني ما بعرف اذا ممكن يكون في منه كلام واقعي او لا. هاي الايام جاي الارصاد الجوية اكدونا انه ما في شيء قادم، وانما لا القادم هو ارتفاع في درجات الحرارة. اذا يعني هذه اشارة سريعة الى موضوع هذا الحالة الجوية والتوقعات، خلينا ناخذ السبيل ونستعرضها بشكل سريع. يعني الاخبار البارزة الضخمة ما مش موجودة كانت اليوم، وهي عبارة عن يعني نقلات سريعة راح نتنقلها في الدستور. بداية الملك يغادر إلى واشنطن في زيارة عمل، وسيلتقي فيها كبار المسؤولين وأعضاء الكونغرس وقيادات الجاليات العربية والإسلامية. وبخبر آخر، البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة ضمن إجراءات أخرى لتطوير سياسته النقدية. وأيضا بخبر آخر، رئيس الوزراء وفريق وزاري سيزورون الرمثة غدا. ويعني منيح أنه وجود الحكومة في إحدى المحافظات والألوية في الأردن شيء إيجابي. مصادر مطلعة أكدت أنه رئيس الوزراء وعدد من الوزراء راح يقوموا بزيارة بكرة لمدينة الرمثة وتحديدا إلى مدينة الحسن الصناعية. وأشارت تصريحات أنه هذا الفريق الوزاري راح يقوم بالاطلاع على مشاكل المدينة عن كثب ودراسة ما يمكن التعامل معه في حينه أو في وقت لاحق قريب وفي أسرع وقت وبجدية عالية. خلينا نشوف كيف راح تكون هذه الزيارة، واللي راح تكون حسب ما هو مذكور بحافلة. راح يطلعوا باص رئيس الوزراء والوزراء كل الطاقم راح يطلعوا باص إلى الرمثة مش بسياراتهم يعني الخاصة. في خبر أيضا آخر، إرباك في سوق الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، وهذا كان بسبب عدم تعميم قرار إعفائها من الجمارك. ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن نبيل الشرباتي أكد وجود حالة من الإرباك تسود قطاع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، والإرباك سبب إذن عدم وصول قرار مجلس الوزراء للجهات المعنية والمختصة والمتضمن أحكام وشروط إعفاء هذه الأجهزة من الرسوم الجمركية. يعني مش عارفين كيف يحددوا سعر السوق، هل راح يكون فيه رسوم جمركية ولا لا. والمشكلة بأنه بالتجار
مش الكل طبعا، وانما يعني جزء منهم لما يكون في قرار جديد برفع او سواء اسعار جمارك ضرائب شو ما كان، بيخلوا البضاعه القديمه وما بيبيعوها لحد ما يرفعوا اسعار السوق، وبصيروا يبيعوها بالسعر الجديد وهم جايبينها على السعر القديم. ولو صار العكس انهم جابوها على السعر الغالي وبعدين طلع قرار بترخيصها، راح يضلهم يبيعوها بالسعر الغالي، ويعني هم كسبانين على الجهتين. وهذا كنا نشوفه بكازيات، يعني برضه مش كل الكازيات ولكن جزء منها، لما يكون في تخفيض للسعر ما يجيبوا، ما يستوردوا من المصفاة عشان ما يجيبوا على السعر العالي ويبيعوه على الرخيص. لما يكون في رفعة يعني عم بيعبوا خزاناتهم وبرضه ما بيبيعوا لحد ما يرفع السعر، وهم يكونوا جايبينه على السعر القديم الرخيص حتى يبيعوه على الجديد. ويعني المشكلة مرات بتكون مش بس من الحكومة وإنما حتى من المواطنين اللي هم مش حارسين على مصالح بعضهم البعض. يعني صاحب الكازية وهم بالنهاية إذا نفس تعون الكهربائيات عملوا فيه نفس الطريقة وتعون يعني باقي السلع راح يتضرر، وأيضا الكهرباء لما يتعمل فيه الكازية وغيرها من القطاعات راح يتضرر. وبالتالي يجب أن يكون هناك على الأقل حرص ووطنية وأمانة في هذا العمل وخوف من الله سبحانه وتعالى. رح ناخذ خبر الأخير في مصر، حيث أن الظلم يعني تسعة أعشاره في مصر، والعشر الأخير بلف حول العالم وبرجع بالمساء ببات في مصر. أحكام جماعية بإعدام 183 متهم إسلامي في مصر، ومقتل ثلاث نساء بمواجهات بين الجيش ومسلحين شمال سيناء. وأيضا بالمناسبة خبر يعني بأن مرسي سيحاكم بتهمة التخابر مع قطر. شوفوا الجريمة، وهي التخابر مع قطر وأيضا التخابر مع حماس، وبيحكوا لك أنه في مصالحة بين قطر ومصر. واضح أنه هذه المصالحة لن تدوم، والأوضاع في سيناء يعني في مرجح لها التطور فيما يتعلق بهذه العمليات. وحتى السيسي قال بأنه يعني بدنا هذه مش رح تكون آخر عملية ورح تستمر. لما كان مرسي في نفس الموقع كرئيس وصارت عملية أقل بقليل بكثير عفوا من هذه العملية، اتهم بأنه هو غير كفؤ وغير قادر على إدارة الدولة. والآن السيسي عملية وراء عملية وراء عملية وعشرات من القتلى سواء من مدنيين أو عسكريين، ولكنه ما زال هو الرئيس المبجل الذي لم تنجب نساء مصر أفضل منه لهذا المنصب ولهذه المهمة. سبحان الله يعني، وهذه التناقضات التي تعيشها مصر. ومنشوف فيك بعض الصور كانت في الصفحة الأخيرة للدستور. الصورة الأولى كانت من السجن في مصر للمحكوم عليهم بالإعدام بعد النطق بالحكم في قضية كرداسة. والصورة الثانية هي لمتظاهرين هم أنصار يعني للحوثيين في العاصمة صنعاء، العاصمة اليمنية، ولإبراز سطوتهم على المدينة، تأكيد أنه إحنا المسيطرين على صنعاء. والصورة الأخيرة ربما تشرح حال أطفال سوريا، طفلان سوريان يبكيان أثناء انتظار دورهم للحصول على العلاج بعد غارة على دوما قرب دمشق من نظام الأسد المجرم، وهذا هو حال أطفال سوريا. إذن هذه صور الدستور وهذه أخبار أيضا الدستور، والتي سنتوقف بعدها بوقفة قصيرة لنواصل باقي الفقرات، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم إذن في وسط البلد من خلال فقراتنا. وقبل أن نواصل استعراض صحفنا، خلينا نروح على قطاع غزة، والمعاناة الإنسانية تستمر هناك في ظل كل المؤامرات التي تحاك على أهلنا الصابرين المرابطين من هذا الحصار، وحتى بعد العصف المأكول والالتزامات التي كان هنالك الوسيط المصري يعني تكفل بها من خلال فتح المعابر وإعادة الإعمار وغيره، كله كلاما ولم يطبق منه شيء على أرض الواقع. وسنعرض لكم جزء من المعاناة، مثال من الأمثلة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة لعائلة فلسطينية تعيش في غرفة من النايلون بدون أدنى مقومات للحياة، وليس للرفاهية وإنما للبقاء على قيد الحياة. نتابع هذه العائلة الغزية. We'll be right back.
اخوكم فتحي خميس زهرب مواليد 38، وانا رجل كبير في السن لا استطيع العمل، واولادي حالتهم تعبانه جدا تحت الصفر، وعايش في هذا المكان ارض حكومي 4 سنوات. هذه لي 4 سنوات عايش في القحط والسقعة والبرد بدون مأوى، عايش في فرشية نايلون زي ما انتم شايفين، وحالتي تحت الصفر. كان في ممكن مثلا مسكن او شغل كمان يلائم سني، لان انا فوق حوالي 80 سنة، وصاحب امراض وعيان، ما بقدرش اعرف شغل الصعب. انا هنا اولادي 2 وحرمتي 4، مش عندي مصدر دخل اطلاقا. إذن يعني مشاهدينا، هذه كانت ربما صورة من صور المعاناة الشديدة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة، وعرضنا عليكم يعني رقم الهاتف للي بحب يتواصل من مشاهدينا في الأردن وفي الوطن العربي لمساعدة هذه العائلة في قطاع غزة، رقم مباشرة يوصلكم مع قطاع غزة. يعني وهذه الظروف المعيشية الصعبة جدا التي يعيشها أهلنا هناك، وربما في مثل هذه العائلة مثلها مثايل يعني كما يقال. خلينا نروح على غزة ونستمع لآخر الأخبار وتطورات، خاصة وأن هناك مواقف جادة من أهل غزة برفض حكم القضاء المصري باعتبار كتائب القسام حركة إرهابية. وينضم إلينا من غزة سامي برهوم مراسلنا هناك. سامي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباحا زمري، أنا معك. نعم تفضل. صباح الخير سامي لإلك ولكل أهلنا في قطاع غزة، وتحكي لنا كيف كانت ردود الفعل على قرار المحكمة المصرية، وهل هنالك من حراكات اليوم فيما يتعلق بهذه القضية؟ نعم، يعني ربما قضية اعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس منظمة إرهابية من قبل محكمة الأمور المستعجلة في مصر لا تزال تلقي بظلالها في قطاع غزة. بالأمس ليلا كانت هناك مسيرات غاضبة دعت لها حركة حماس في محافظات شمال قطاع غزة، وقد خرج عشرات الالاف من مؤيدي وانصار حركه حماس ترديدا بهذا القرار، وقد رفعوا يخطيطات كتبت عليها بان القسام هو شرف هذه الامه، وان بندقيه هذه المقاومه لا توجه الا الى الاحتلال. واستمرارا لهذه المسيرات الشعبيه اليوم ايضا ليلا، اي بعد صلاه العشاء، ستخرج مسيرات في جنوب قطاع غزه في مدينة خان يونس وكذلك محافظة الوسطى دعما للمقاومة وتحديدا لكتائب القسام،
ورفضا لهذا القرار المصري الغاضب. نعم نعم. إذا ما أنت قلت لي احكي قبل شوي طلع. شو اللي عملت؟ خلص خلص. ألو. نعم سامي. سامي معنا سامي؟ نعم جميل معك تفضل. نعم لأنه يعني انقطع الصوت، إذا ممكن يعني تعيد آخر جملة ممكن. نعم يعني في نهاية موضوع يتعلق بحركة حماس وكتائب القسام تحديدا، أردت الإشارة بأن المسيرات التي دعت إليها حركة حماس بالأمس ستستمر اليوم، وستكون أيضا هناك مسيرات للحركة في جنوب قطاع غزة ومدينة خان يونس تحديدا دعما للمقاومة وتحديدا كتائب القسام ورفضا للقرار المصري باعتبار الكتائب منظمة إرهابية. نعم سامي، يعني واضح بأنه هنالك يعني كان ردود الفعل متوقع الحقيقة من أهل قطاع غزة، لكن فيما يتعلق بالأنباء يعني اللي تم تداولها عن أن القيادة في حركة حماس لن تعترف بمصر كوسيط، يمكن امبارح نفيتنا اياها وهنالك وسائل اعلام تؤكد عليها، هل من تفاصيل عن هذا الموضوع، وهل يعقل بانه مصر تصر على ان تتعامل مع قيادة لتنظيم ارهابي وهي الوسيط في ما يتعلق بما بعد العصر المأكول؟ يعني في الحقيقة يعني ربما الفصائل الفلسطينية عموما والقضية الفلسطينية تحظى بمحور راعي من قبل الطرف المصري لقضايا عدة، لا سيما انها كانت طرفا كراعي وسيط في عمليات فقد الدمار في الحرب الاخيرة على القطاع، وبالتالي ربما حتى هذه اللحظات حاولنا ان نتصل مع قيادات في حركة حماس للتأكد من الاخبار التي تتعلق بان الحركة تدرس ايقاف التعامل مع السلطات المصرية كطرف في اي من الملفات التي تتعلق بالجانب الاسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظات لا توجد اي من البيانات او التصريحات الرسمية من حركة حماس التي تؤكد في هذا الموضوع، وبالتالي في كل الأحوال الحركة تنتقد هذا القرار المصري، ولا توجد أي من التواصل مع الأطراف المخابراتية المصرية من قبل الحركة لدراسة هذا الموضوع. لكن أنا أشير في موضوع آخر، كان نعم. من الأمس مفترض أن يصل وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز الإسرائيلي، حركة فتح وهذا الوفد قال إن حماس ترفض إدخالنا أو وصولنا إلى قطاع غزة، بينما قبل قليل كان هناك تصريح للقيادي في حركة حماس صلاح البردوي وقال إن حركة حماس بصريح العبارة لا تريد زيارات بروتوكولية شكلية للقطاع، وتريد بالوفد منظمة التحرير الفلسطينية أن يكون في جعبته أهداف واضحة لطبيعة هذه الزيارة التي تتعلق بالمصالحة وإنهاء الانقسام وتفعيل الملفات القطاع المسيرة فيما يتعلق بالمعابر وملف الإعمار، وبالتالي حركة حماس لا تعترض على الزيارة بينما هي تعترض على تداعياتها، بمعنى أن تأتي بأهداف ولا تكون شكلية على غرار الزيارات السابقة لسيرة الزيارات التي كانت في حكومة الوفاق الوطني بقيادة طالب محمد الله. نعم كل الشكر إذن لك سامي برهوم مراسلنا في قطاع غزة، شكرا جزيلا وتمنية دائما بكل ما هو أفضل لأهلنا في قطاع غزة. خلينا نشوف نموذج مشاهدينا من أهل قبية وهي يعني إحدى المناطق في قطاع غزة، لما حبوا أنه عفوا في الضفة الغربية، لما حبوا أنهم يحيوا كتائب عز الدين القسام ويرفضوا اعتبارها إرهابية، شو عملوا؟ خلينا نشوف. لا وفي يلا يلا يا بدا وعي في شغل برباتهم عاطلهم انفق بيت خلاص ليش بلش لا وطي يلا يلا يا بدا وعي في شغل برباتهم عاطلهم انفق بيت خلاص يعني هذا هو نموذج القسام اللي يقتدي به حتى الأطفال، بيحاولوا انهم يصنعوا صاروخ حتى على شكل يعني اللعبة عن طريق هذه الجنينة المي، ولكن إشارة إلى انه هو القسام هو شرف وليس
تهمة وليس إرهاب، وهذه التهمة لن تزيد إلا شرفا ويعني علوا في قلوب وليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما كل الأحرار في الوطن العربي والإسلامي وحتى دول العالم. ولندخل لمزيد من تفاصيل المشهد الفلسطيني والإعلام الصهيوني على وجه التحديد، ينضم إلينا طبعا كالعادة فقرتنا بالعبري مع زميلنا علاء الرماوي الخبير في الشأن الصهيوني بعد قليل. بالعبري إذن مع علاء الرماوي. علاء السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية نال. الله يعافيك علاء، وتطلعنا ما هو الجديد لديك خاصة إذا كان هناك من أصداء متجددة في تصنيفات القسام بالإرهاب، وامبارح كان هناك يمكن زيارة لرئيس الإسرائيلي لمدينة الخليل واندلعت بعدها مواجهات واشتباكات. تفاصيل لديك علاء. أتحدث إليك من مدينة الخليل الآن، من منطقة المنطقة التي زارها الرئيس الإسرائيلي يوم أمس، والتي أكد فيها بأن 5000 عام هي عمر إسرائيل في مدينة الخليل، لكن من خلال نشاط نقوم به الآن لزراعة الأشجار في المنطقة المحيطة بهذه المستوطنات نقوم بالتغطية اليوم ينال. نحمل أشجار زيتون ومعنا مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين يتنقلون الآن في مدينة الخليل، تحديدا في منطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. هذا النشاط يأتي بالتنسيق مع جمعية أردنية لمسألة لنصرة الشعب الفلسطيني، والتي تشرف على هذا النشاط وتقوم بعملية دعمه. إذن اليوم يلتقي الأردني والفلسطيني على زراعة شجرة الزيتون في مدينة الخليل وجاء النشاط للقول للرئيس الإسرائيلي اليوم بأننا هنا بكون هذه الشجرة عمرها أكثر من عمر دولة الآن. الإسرائيلي ركز على هذه على زيارة رئيس الدولة الإسرائيلي لمدينة الخليل، والتي جاءت في سياق التنافس اليميني للسيطرة على المناطق الفلسطينية، تحديدا المناطق التي المقدسة. نتحدث عن زيارة أرادها ريفلين ليلتقط صورة مع الحرم المسجد الإبراهيمي، وقال من بوابة المسجد الإبراهيمي بأن المسجد الإبراهيمي هو خالص لليهود وليس للفلسطينيين. نحن نتحدث في ينال وهو أمر محزن. أنا أتحدث إليك أنا أناظر منطقة المسجد الإبراهيمي التي أصبحت إسرائيل تسيطر على ثلثيه الآن، وأيضا تسيطر على منطقة وسط الخليل باعتبار البيوت العربية المتواجدة هناك هي تاريخ حقيقي للشعب الفلسطيني وتعبر عن وجوده. الإعلام الإسرائيلي إذن يزداد يمينية مع اقتراب جولة الانتخابات الإسرائيلية، وزداد تصعيدا باتجاه الفلسطينيين. عملية الاستيطان متواصلة، أكثر من 5 وحدة استيطانية فقط في الأيام الأربعة الماضية يتم العمل على إنشائها في وسط وشمال وجنوب الضفة الغربية. هذا الحديث أيضا يأخذنا إلى البعد الآخر التصعيدي على الإنسان الفلسطيني من خلال عملية القتل المباشر. أثبتت الصورة والتصوير العام وأيضا التحقيق من قبل جمعيات حقوقية بأن عملية الإعدام التي تمت والأمس في منطقة شمال الضفة الغربية جاءت إعداما مباشرا دون أن يكون أي خطر على الإنسان الفلسطيني فيما تعلق على الجندي الإسرائيلي. البعد الآخر وهو المهم الآن الذي نتحدث عنه، ما زال الفرح الإسرائيلي بحظر كتائب القسام من قبل المحكمة الإسرائيلية كبيرا. وصف من ضابط عسكري إسرائيلي كبير يوم أمس الحدث بأنه حدث تاريخي في مواجهة ما يسمى بجماعات المقاومة الفلسطينية كما قال الضابط الكبير، وأضاف أيضا بأن مصر تقدم خدمة كبيرة لإسرائيل باعتبار أن كتائب القسام منظمة إرهابية مما سيتيح لإسرائيل التحرك تجاهها في المؤسسات الدولية وأيضا أمام المجتمع العربي. الحديث إذن الإسرائيلي ما زال سمحا. القناة الثانية العبرية أفردت قراءة يوم أمس كيف كان التفاعل من الجمهور الإسرائيلي في خلال تغطية كبيرة تحدث فيها الإسرائيليون بأن ما حدث في الحرب على قطاع غزة الآن ترد الجميل لهم مصر الحليف الاستراتيجي في هذه المرحلة. أيضا الأخبار الحاضرة أيضا صبيحة هذا اليوم هي
مكنت الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاعتقال الواسعة التي تمت مناطق مختلفة من الضفة الغربية. نتحدث كما قلنا أمس عن 460 اعتقال خلال الشهر الماضي. اليوم ويوم أمس لدينا أكثر من 25 عملية اعتقال تطال ناشطين في المقاومة الشعبية وحركة المقاومة الإسلامية حماس. إذن ما زالت الأعمال الإسرائيلية موجودة ومحاصرة للشعب الفلسطيني. أيضا الأخبار المهمة اليوم هو استطلاع الرأي الذي قدمته صحيفة هارتس والتي تحدثت عن بعدين مهمين. البعد الأول هو ارتفاع شعبية الليكود في هذه المرحلة خاصة بعد شعور الإسرائيليين بأن نتنياهو استطاع أن يضرب حزب الله ضربة كبيرة، والرد من قبل حزب الله لم يكن كبيرا، وبناء على ذلك خسر حزب الله ما يسمى الآن بالتقاط صورة المنتصر في هذا الجانب. البعد الثاني وهو مهم أيضا في هذه المرحلة وهو متعلق أيضا وهي زاوية مهمة، وأن حزب ليبرمان الآن يتحطم، ووصلت عملية وقالت استطلاعات الرأي بأن الأمور بالنسبة لليبرمان تتراجع وتتراجع بشكل كبير حتى وصل إلى 4 مقاعد. الآن ينال عذرني يبدو أن الجيش الإسرائيلي يقترب من المنطقة التي نتواجد فيها، أقطع التغطية لأوضاع أمنية. نعم، شكرا جزيلا إذن علاء على كل هذه المعلومات والتفاصيل كالمعتاد. يعني لندخل بطريقة تفكير الكيان الصهيوني أبرز الأخبار التي يتم تداولها عندهم. شكرا جزيلا إذا لك علاء الرماوي الخبير في الشأن الصهيوني، حدثنا هذه المرة من الخليل وليس من رام الله. إذا يعني مشاهدينا هذا هو المشهد الفلسطيني بشكل عام وتطوراته في مختلف الصعود في قطاع غزة وكذلك في الضفة. ويعني شيء غريب الإصرار المصري على هذا الاتهام لكتائب القسام بأنها منظمة إرهابية. يعني هذا خبر حقيقة مش بسيط ومش عادي ويستحق أنه نتوقف عنده مطولا وكل واحد هيك يفكر فيه. يعني كيف وصل بنا الحال وكيف وصل بمصر الحال لأن تصنف عز العرب وفخر العرب الحقيقة والمسلمين كتائب القسام بأنهم إرهابيون، وبالتالي يجب حظرهم ويجب معاداتهم. والكيان الصهيوني مش إرهابي. يعني شوفوا لأوين أي درجة وصلنا من يعني الصراحة مصطلحات يعني صعب نوصفها نوصف فيها هذا المشهد الحالي اللي يدل على ذل وهوان ويعني كلام كبير الحقيقة. أنا بس تذكير لأنه كل واحد هيك يفكر في الموضوع أنه كيف وصلت لأنه مصر القسام إرهابيون وإسرائيل هم دولة محترمة وعندنا اتفاقية سلام معها وندافع عنهم وعن حقوقهم ويعتبر جيشهم أنه جيش يعني جيش يقاوم الإرهاب. سبحان الله وسبحانه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا الحال الصعب الذي نعيشه. والحقيقة يعني صعب أني أوصف كل اللي بقلبي تجاه هذا الموقف لوحده لأنه يعني رح نوصل لمراحل يمكن صعبة وخطيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه هي حماس، هذه هي القسام، وهذه هي من يتهموا بأنهم إرهابيون. كل الشعوب في فلسطين الأغلبية العظمى يعني حتى لا ما نحكي 100% لأن هنالك من هم كارهين لحماس والقسام أكثر من المصريين وأكثر من اليهود، وحتى بالترتيب يمكن فلسطينيا مصريا يهوديا يعني كره حماس. يمكن في كثير من اليهود أقل حقدا على حماس وعلى القسام من بعض المصريين ومن بعض الفلسطينيين أيضا وللأسف الشديد. خلينا نروح على مصر ونشوف أحوال مصر الآن وفي هذا الزمان ونشوف النفاق الذي ينتشر. نفاق على رأسه يتوج بالمؤسسات الدينية من أزهر ومن غيره ومن العلماء المحسوبين على مختلف التيارات. وهذه اللقطات اللي راح نشوفها الآن هو ترحيب من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مسرح الجلاء بالداعية الصوفي الحبيب الجفري المعروف طبعا واللي لديه العديد مع آلاف يعني من الذين يتبعونه والذين يعتبرونه هو القدوة وهو المثل الأعلى. هذا الشيخ علي الجفري يقول له السيسي أهلا بيك وأنا سعيد بيك، والله محتاجين والله السماحة والوسطية، الدنيا كلها تعبت مننا. يعني إذا السيسي يعطي الشهادة لعلي الجفري بأنه هو الوسطي وهو السمح فيعني هذه أكبر شهادة لهذا الداعية. وأتوقع يعني من لديه نقطة من الضمير الآن خلاص، يعني حتى لو كان هنالك يعني سبحان الله هذه الثورات العربية تكشف وتعري لنا من كنا نعتقد أنهم هم دعاة وأنهم هم علماء وأنهم هم من يستحق أن نتبعهم في علمهم وفي نصائحهم وفي دعواهم. خلينا نشوف هذا الفيديو من السيسي وترحيبه
للحبيب الجفري. موقف الاقتصاد انا بتكلم فيه ليه؟ او الرساله اللي انا عايز اتكلم فيها دلوقتي هربطها بايه؟ هربطها بالدين، هربطها بالدين. شيخ علي الجفري اهلا بيك، سعيد بيك والله. محتاجين والله السماحه والوسطيه، الدنيا كلها تعبت مننا، الدنيا تعبت مننا. هو فكرنا. إذن هذه تحية السيسي للجفري، واللي جفري بالمناسبة هو أيضا بدور وجه التحية لي، يعني بالإضافة للسيسي، يعني وهو يقال بأنه ما علينا، خلص خلينا بناش نحكي أكثر من هيك عن علاقته مع السيسي، وإنما حتى الجفري قام بالتحية لحمدين صباحي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، واللي بالمناسبة هو أخذ المركز الثالث في منافسته مع السيسي، يعني هو السيسي كانوا يتنافسوا، حمدين صباحي أخذ الثالث، لأنه الثاني أخذوا الأصوات الباطلة، الأصوات اللي مش محسوبة كانت أكثر من الأصوات اللي لحمدين صباحي. طبعا حي هذا حي صباحي، وأكد أنه أنهم إيد واحدة، وأنه سعيد بتواجده مع هؤلاء، مع السيسي ومع صباحي. وذكر أيضا في كلمته في هذا المسرح اللي شفناها، يعني هذا الكلام واللي طبعا أذاعها التلفزيون المصري. السيسي بخطاب أيضا بخطاب يطالب المصريين بعدم إنجاب أكثر من 3 أطفال. السيسي إذن يدعو إلى تحديد النسل، ويفترض أنها معلومة واضحة أنها مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، ولكن شيخ الأزهر أكبر مؤسسة دينية في العالم العربي والإسلامي السني على الأقل وفي مصر، وهي المرجع واللي خرجت يعني علماء وقامات كبيرة، ولكنها في عهد الظلم وفي عهد الطغيان والاستبداد تخرج لنا حكماء السلاطين. شيخ الأزهر يصفق ويحكي له حلال حلال حلال. نتابع. هربطها بالدين يا فضيلة الإمام بعد إذنك، يعني يا ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرضى أن يشوف أمة مرمية في الشوارع وفي العشوائيات ومش متعلمة وجهلة وفقيرة ويفرحوا كده، واللي عايز ناس تفرح تفرح؟ مين يقول الكلام دوت؟ مين يقول الكلام ده؟ دي قضية من كل الجهد اللي هيتعمل لو ما كانش معدل الناتج والنمو بتاعنا يزيد عن 6-7%، الناس مش هتشعر بحاجة. انت بتتكلم في الموضوع ده في اليوم ده؟ ايوة. عشان نبقى عارفين ان احنا محتاجين نشتغل، عشان كده بقول تاني معدلات الحركة بتاعتنا لازم ما تبقاش اقل من 7%، النمو بتاعنا ما يبقاش اقل من 7%. شغل 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 عشان نقدر نقول ان، لان عقبال ما نولد ثقافة ضبط موضوع السكان ده هياخد وقت. اقدر اطلب من اللي عنده طفل يستنى 3-4 سنين ولا 5 لغاية لما يجيب الطفل التاني؟ اقدر اطلب من اللي عنده طفلين يستنى 6-7 سنين قبل ما يجيب الطفل التالت؟ اقدر اطلب من اللي عنده 3 أطفال حتى الان ما يجيبش تاني؟ اقدر اطلب كده؟ حلال ولا حرام يا فضيلة الامام؟ حلال وحلال وحلال. ايوه، عشان الامه ما تبقاش امه ضيعه، تبقى امه واقفه على رجليها متعلمه وقويه وقادره، مش عدد وخلاص. يعني هذه هي مصر، وهذا هو شيخ الازهر يؤكد حلال 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 طبعا، وهذه المطالب. طب هذا بذكركم، شوفوا الفارق طبعا، يعني مع الاحترام والتقدير، ويعني انا بعتذر يعني للجميع عن هذه المقارنه، لكن لما نشوف اردوغان، رجب طيب اردوغان السلطان، سلطان هذا الزمان، وتصريح كان يعني قبل فتره ويناهض فيه حتى يعني العديد من الجمعيات الاوروبيه والتركيه، يقول بانه انا ضد تحديد النسل، وانا اطالب الاتراك بانجاب، ولانه احنا امه فتيه، نريد ان نكون امه فتيه وليس يعني نعيش في شيخوخة، ونحن عندنا أحلام وطموحات لن يحققها إلا الشباب، ولن يحققها إلا هذا العنصر البشري اللي أنا أريد أن أباهي
به الأمم، وكان يدعو إلى يعني منع حبوب منع الحمل وغيرها، ومحاولة يعني تكثير الإنجاب وليس تحديده كما يطالب السيسي. شوفوا شتان، يعني شتان بين الرأيين وشتان بين الرؤيتين وشتان ما بين يعني سياسة هذا الشخص وهذا السلطان. يعني سبحان الله، يعني الفارق كبير جدا، ولا شك أنه مصر والشعب المصري يستحق الأفضل، والجميع يستحق يعني نموذج من نماذج أردوغان، يعني الحقيقة بأن تحكم أمة العرب وأن تساهم بالتنمية والنهضة اللي تحققت في تركيا، واللي هم مش سالين عن حدا الآن. يعني وحتى يعني صراحة حتى تجربة مرسي في مصر كان يمكن تحتاج إلى بعض الوقت، ولو هم كانوا عندهم شك إنه في إنه مرسي راح يفشل كان تركوه يفشل لوحده، ولكن التجربة لوحدها يعني يفترض إنه كان يعني فرق كبير ومع تجربة أردوغان، ويفترض إنه كان هنالك عبرة واستفادة أكبر من أردوغان في التجربة المصرية، لأنه أردوغان الآن نازل بالقضاء، نازل بالشرطة تنظيف، وهذا الأمر اللي غاب عن مرسي، ويمكن طيبته هي اللي غلبت عليه، ويمكن الطيبة في هذا المكان مش هي ومش هو المكان الصحيح. يعني الطيبة بالعائلة بحياة الشخصية، أما لما تصبح رئيس دولة، ومثالنا أبو بكر الصديق يعني هو كان دائما طيبا لينا في حياته بشكل عام، ودائما كانت معروف بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، آراءه كانت هي الآراء اللينة مقابل آراء عمر بن الخطاب، ولكن لما صار السلطان وصار الحاكم وصار أمير المؤمنين تغير الحال وصار شديد، وبدأت هذه الشدة من حروب الردة ومن إنفاذ جيش أسامة ومن غيره من الأمثلة والنماذج التي أكدت أنه يعني طبيعة السلطة ربما لازم الواحد يغير معها شخصيته ليكون حازم في هذا الموقف. على كل حال خلينا يعني نبين لكم مشروع خطير جدا يقوم به الآن النظام في مصر. راح أبدأ لكم بذكر الأسماء: محمد حسنين هيكل، أسامة الباز اللي عرضنا لكم يعني الفيديو تاعه اللي أعطاه يعني السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق وأصبح مسؤول عن سيناء، واللي هو نفسه اللي حكى لو السيسي صار رئيس أو لو السيسي ترقى بيكون انقلاب، لو ما صار هذا الكلام مش انقلاب، وهو طبعا صار ولكنه تراجع كلامه ولم يعترف بأنه انقلاب. رفعت السيد، مفيد شهاب، علي الدين هلال، مصطفى الفقي، أحمد فتحي سرور، فاروق حسني، شعراوي جمعة، رفعت المحجوب، صلاح جهين، محمود بدر، طارق الخولي، محمد بدران، أحمد كامل البحيري، دعاء خليفة، محمد نبوي، حسن شاهين، ومحمد عبد العزيز. هي أسماء استخدمها نظام العسكر في عهد السيسي كما استخدمها من قبله من؟ طبعا جمال عبد الناصر، ويعني اللي عاشروا هذيك الفترة طبعا هم على علم وعلى اطلاع بما سنتحدث عنه الآن فيما عرف في وقتها بمفهوم التنظيم الطليعي. ما هو التنظيم الطليعي؟ التنظيم الطليعي السري هو تنظيم سياسي تابع للاتحاد الاشتراكي العربي، كان في عهد جمال عبد الناصر، والهدف منه كما أعلن في وقتها هو تجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها وتطوير الحوافز الثورية للجماهير. وصل بالمناسبة أعضاؤه إلى حوالي 30,000 عضو كانت مهمتهم هي كتابة التقارير، وهذا المفهوم اللي أصبح متبع في باقي الدول حتى العربية. تمت كتابة آلاف من التقارير في ذلك الوقت ضد شخصيات سياسية وقيادات طلابية وقضاء وكيانات وجماعات وأحزاب سياسية وأشخاص عاديين، وكان عبد الناصر نفسه يقرأ هذه التقارير ويؤشر عليها، وكثيرا ما كانت تأشيرته يعتقل ويفصل. وأصبح رجال التنظيم الطليعي بعد ذلك هذا التنظيم نفسهم صاروا كلهم هم عبارة عن وزراء، رؤساء وزراء ووزراء الحكومات ومحافظين ورؤساء لمجالس الشعب، وحتى يعني أيضا بالإضافة لذلك إلى أصبحوا أيضا قيادات في أحزاب المعارضة، لكن المعارضة الشكلية التي تقع ضمن الإطار المسيطر عليه. طبعا هذا التنظيم الطليعي، وكان هناك العديد من الشهادات التي رويت اللي كانت هم يتحكموا بالمشهد تماما، الجامعات رؤساء الجامعات وغيره. عشان هيك بنفهم لما صار مرسي رئيس ما كانش حدا معه، لأنه ببساطة هو مش مسؤول أبدا عن يعني كل هذه الوظائف، والدولة العميقة كان المسيطر عليها يعني العسكر وأتباع العسكر من عبد الناصر والحقبة اللي بعده، وعشان هيك وصل مرسي ليكون رئيس وهو وحيد
بالقصر، حكوا له انت صرت رئيس وهيك عاشر عايش بالقصر الجمهوري لكن ما حدا معه. السيسي طبعا اللي بيصير على خطى عبد الناصر فيما يتعلق بالانقلاب العسكري او كذلك فيما يتعلق بطريقة قتله واعتقاله لمعارضيه، ثم طريقة ادارته للاعلام الشمولي اللي بيسبح بحمد النظام بحسب معارضي الانقلاب، واخيرا حينما اراد السيسي الاستفادة من الشباب لم يخرج عن المقرر الناصري ليبدأ التمهيد لإحياء هذا التنظيم الطليعي من جديد وبدعوة من بعض الإعلاميين المقربين له. ونشاهد هذه اللقطات لتمرد اللي يعني الآن هي تمثل ذلك من خلال مجموعة من الشباب اللي تم تسخيرهم لتحريض ضد مرسي والتمرد على شرعية الشعب المصري ثم تأييد حكم الانقلاب. ربما هذه يعني جزء من المشهد الغائب حتى نفهم أكثر شو اللي صار بمصر وشو اللي بيصير لغاية الآن ولماذا فشل مرسي يعني من بالاستمرار بالنهاية أو أفشل بمعنى أدق، والمؤامرة كانت بكثير كبيرة بشكل كبير جدا يعني الحقيقة لدرجة يصعب معها المواجهة. والآن بالمناسبة أردوغان نازل يعني يصفي القضاء ويصفي الشرطة ويقيل يعني كبار الضباط وكبار قيادات حتى الجيش ويحاسبهم على انقلابات أجروها عام 80 على أستاذه أربكان. وصل إلى مرحلة أردوغان من التمكين لدرجة أنه يستطيع أن ينفذ مثل هذه السياسات والتنظيف. الآن هو بلشان بيغولن اللي كان حليفه اللي عايش في أمريكا وهو يمثل التيار الصوفي في تركيا، والآن طبعا أردوغان أكبر أقوى حليف له ومساند له هو رئيس المخابرات، خلص وحط رئيس مخابرات قوي ويعني فيه ولاء ليس فقط لشخص أردوغان والحزب العدالة والتنمية وإنما للدولة التركية لتنظيفها وللاستمرار بالمضي قدما في التنمية وفي التطور اللي بتحققه الدولة التركية والإنجازات غير العادية اللي تحققها. ونتمنى يعني أنه أن تعود الشرعية إلى مصر وأن يصلوا إلى نفس مرحلة التمكين التي وصلها أردوغان، وشوفوا بعدها الأمة شو راح يصير فيها وشوفوا المكان الطبيعي اللي راح تعود إله وهو المكان طبعا في الصدارة. في بهيك الخبر أيضا يمكن امبارح تم تداوله بإطلاق قناة العرب التابعة واللي يملكها الوليد بن طلال بميزانية ضخمة جدا، ولكن بعد أن بدأت البث هذه القناة تفاجأ يعني الجمهور ويتبث من الإمارات بوقف البث ويعني توقفت عن بث برامجها ونشراتها الإخبارية واستمرت المواد الترويجية لها. طبعا كما أعلنت القناة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي بتويتر وفي إعلان على شاشتها كان توقف البث لأسباب فنية وإدارية مؤكدة أننا سنعود قريبا إن شاء الله، ولكن ما حقيقة ما تم سنشاهد هذه اللقطات لنطلعكم على ما تم حقيقة ولماذا تم إغلاق القناة. بداية دعني أبارك لكم تدشين القناة وأن تكون هذه قناة العرب هي قناة لكل العرب لتنوع الآراء العربية بموضوعية وتجرد. عندما نتحدث عن سحب جنسية هذا حق إنساني لكل إنسان يعيش على أرض معينة، فعندما تسحب هذه الجنسية أنت تتسبب في أن تغيب الشخصية القانونية لهذا الإنسان في تعاملاته اليومية والرسمية وما شابه. النقطة الثانية في الموضوع الشق الآخر القانوني أن هناك محاكم وهناك قضاء أو أن هناك قرارات سياسية، ما صيغة في القانون الجديد أن وزير الداخلية يقدر أن هناك أشخاص ممكن أن يوصموا بأنهم غير موالين للنظام أو أنهم يقومون بأعمال تضر بمصالح المملكة، وبهذا التقدير بدون محاكمة عادلة يذهب إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء. لكن ألا تعتبر الأستاذ خليل أن هذا حق أيضا إذا كان حقا إنسانيا خالصا هو حق أيضا من حقوق الدولة في البحرين وكذلك في كثير من الدول العالم، بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، أستراليا لديها هكذا نصوص الآراء خصصت بأن الدولة تسقط هذا الحق أو تسقط الجنسية لأن لدى هؤلاء آراء سياسيين، ألا تبالغون في هذا الاتهام موجه للحكومة البحرينية لمجرد إبداء الرأي؟ هل هكذا الأمور؟ ذكر سعادة وزير الإعلام أن هناك خليط وهذا جزء من الشق السياسي الآخر في القائمة بأنها أدرجت من هو
يعني متهم ومعلوم لدى كثير من الناس أنه يقاتل وأنه لا يحترم الجواز البحريني، وقال سنأتي إلى البحرين وإلى دول الخليج بالسلاح وليس بالجواز، ومن هو يعارض النظام. لذلك علينا أن نذهب إلى العملية القضائية التي تتوفر على جميع الضمانات. نعم. لكي نقرر في لكن الباب الآن مفتوح للتظلم أمام المحاكم البحرينية، ليس كذلك؟ ليس مفتوحا؟ إذن هذا كان اللقاء الأول، والقناة تبث من البحرين، وكان الضيف الأول هو قيادي في المعارضة البحرينية اسمه خليل مرزوق، واللي زي ما سمعتوا انتقد سحب سلطات البحرين للجنسية من 72 بحريني، وبالتالي كانت البداية مباشرة بإيقاف القناة لهذه الاستضافة ولعدم الالتزام كما قيل من القائمين على هذه القناة بالأعراف السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعني حيادية المواقف الإعلامية وعدم المساس بكل ما يؤثر سلبا في روح الوحدة الخليجية وتوجهاتها، هذا ما قيل. طبعا القناة تبث من البحرين، يعني هي هو هذا الخبر، انه يعني سبب الإيقاف هو استضافتها لمعارض بحريني، لكن بالمنطق يعني القناة تبث من البحرين وهي في بداية جديدة، هل يعقل انه يعني وهي مالكها الوليد بن طلال يعني هو ايضا خليجي، يعني هل يعقل انه تكون تساؤل، هل يعقل انه تكون البداية هم مش عارفين انه هذا الامر ممنوع وهذا الامر محرم؟ هل ما تم هو عبارة عن ترويج وإعلامي لكي يثار بأن القناة في بدايتها أغلقت وبالتالي يعني تكسب دعاية؟ وهذا هي خبر، هي احنا عرضناه، لو ما تم إغلاق القناة لما عرضنا هذا الخبر، ولكن الآن تم عرض هذا الخبر. هل يعقل انه هل ممكن يعني يكون هذا عبارة عن ترويج ودعاية إعلامية جديدة بنوع جديد من انه نشر موضوع إغلاق القناة حتى تنتشر وثم تعود كالمعتاد، وبعدها يكون عندها الحجة انه احنا مش راح نحكي عن اخبار البحرين لانه تم اغلاقنا في البداية؟ وهذه المشكلة اللي بتعاني منها الجزيرة، بيحكوا انه انتم بتجيبوش اخبار قطر والمشاكل اللي بتصير في دولة قطر، وهيك هم تجنبوا هذه الاشكالية من البداية. هي عبارة عن تساؤلات، ويعني دائما الدعوة للتفكير من خارج الصندوق ومن خارج ما يتم تداوله من اخبار ومن انباء كما هم يريدوا ان نفكر او ان نعتقد او نتوجه بتفكيرنا. طبعا خلينا نروح من البحرين لأصل أصل الداء الآن، في سواء كان في البحرين، في السعودية، في العراق وسوريا واليمن، إيران ومشروعها الآن التوسعي في المنطقة على حساب الدول العربية، محاولة إحداث الفوضى فيها والسيطرة، ويعني تطبيق سياسة نشر الثورة الإيرانية طبعا، وما تحويه هذه الثورة من طائفية ومن استعادة لأمجاد الفرس، حتى هم انتمائهم الحقيقي ليس للشيعة كمذهب، بدليل يمكن أنا حكيته قبل هيك تصريحات كانت لنائب وزير الخارجية الإيراني أنه إحنا الآن لثالث مرة نسيطر على البحر المتوسط. إمتى المرتين السابقات؟ هل كانوا الشيعة اللي سيطروا؟ لا، قبل الإسلام كان هما الفرس هم من سيطر على هذه المناطق. الآن في دراسة أمريكية، وإيران طبعا معروف أنها هي من أطال بعمر بشار الأسد، تقول بأن نظام الأسد الآن يعاني من شلل مالي وعسكري، وبالتالي أصبح غير قادر على استرجاع المناطق التي يسيطر عليها داعش وإحكام قبضته عليها. يعني طبعا دراسة من معهد واشنطن كانت تتحدث عن هذا، يعني إيران أصبحت غير قادرة على كل هذا التمويل، أن تمول يعني الأسد وأن تمول حسن نصر الله وأن تمول الحوثي وأن تمول المالكي ومن بعده العبادي، وبالتالي أصبح هنالك استنزاف لإيران. ويعني الدراسة أيضا أكدت أن عودة بشار لوضعه السابق ليكون حاكم شرعي على البلاد ويفرض يعني سيطرة النظام على جغرافية سوريا، هذا أمر أصبح مستحيل، ورح يعني تأتي في الأساس نتيجة يعني بقائه فقط لوجود الميليشيات الإيرانية المؤلفة من بعض الأجانب اللي بيأدوا دور على مستوى الجهات الحكومية الفرعية، عم بيجيبوا ناس بالإضافة لإيران وحسن نصر الله وغيره من باكستان ومن أفغانستان ليطيلوا عمر الأسد ولكي يعني يواجهوا الشعب السوري بشتى أنواع الأسلحة لبقاء هذا الطاغية في حكمه ولبقاء المشروع الإيراني. وبالتالي يعني الحديث الآن عن مؤامرة كونية وغيره أصبح يعني محل للسخرية، لأنه إيران ونظام الأسد يتحالفوا مع من كانوا يدعوا
أنه هم أصحاب المؤامرة الكونية وهي الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة ما يعرف بالإرهاب الممثل بداعش. وبالتالي من يتحكم من زمام الأمور لا بشار الأسد ولا ما يحزنه أنه هو قاسم سليماني الذي يدير الأمور، يعني معروف هو بالنهاية الذي يتحكم بالمشهد، لا بشار الأسد ولا مالكي ولا عبد الملك حوثي ولا غيره. قاسم سليماني يدير المعركة، وحتى حسن نصر الله يعني يعتبر هامشي فيما يتعلق نسبة إلى قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني. على كل حال هذا هو مشهد يعني حبينا هيك نسلط على الأضواء فيما يتعلق بالموضوع، بالتطورات الإقليمية في مصر وكذلك في سوريا والمشروع الإيراني وأخبارنا المحلية، لنستعرض بعض الفيديوهات المتنوعة فيما تبقى لنا من وقت، ونبدأ ب يعني هيك فيديوهات متنوعة وعالم الحيوان والبسس والقطط. إذا حد شاف منكم قط كسول جدا، هذا القط مصاب بمرض ربما اسمه جنون البشر، نتابع. يعني الكسل مش معقول عند هذا البس، نايم وما عندهش استعداد يتحرك. هذا يمكن حال كثير من الناس خاصة في فصل الشتاء، يكون متمدد والصوب جنبه، يعني بده كل البيت يجي عليه، كاسة المي وكاسة الشاي والأكل والطبيخ وكله يكون عنده محل ما هو نايم، ولا عنده استعداد إنه يحرك حاله. في ناس ما بتحب لما ترقص حدا يرقص معها، وهذا يمكن يكون أحد هؤلاء، نتابع. هذا الزلمة كابسة معه، يعني ما بدوش حد يقرب عليه. طيب نشوف فيديو ثاني لما يكون سعودي حب يعمل رياضة النط. هاي شو اسمها اللي راح نشوفها؟ رياضة الباركور. شو صار معه؟ نتابع. والآن وقت ذبح الأرانب. سمي. شر. خلينا نشوف هذا حادث سير، ولكن فيه يعني تصادم عدد كبير جدا من السيارات، وهذه الصور ولقطات للحوادث يعني تعطينا ايضا العبره والخوف من الاستهتار في القياده، واللي زي ما بنحكي دائما الخوف مش بس من الواحد اذا كان هو متمكن من سيارته، وانما من غيره اللي بالشارع المتهورين واللي بلشانين على الفيسبوك وعلى الواتساب، ويعني السياره تركينها لحالها تشتغل. خلينا نشوف هذه الحوادث وعدد كبير جدا من السيارات اللي اصطدموا فيها. Там кто-то живой, блядь. Чудом живой. Да просто такая же. Чудо, я на блядь. Там помогал на левеляну женщина. И хуй кто, блядь. Вот он стоит. Он из детей, наверное. Да, вон там, я Some guy just went off the road, he plowed into me, and
يعني هذه حوادث وحوادث مميتة يعني وقاتلة، خاصة في الطرق السريعة. كان هذا الحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. بنروح على تايلاند ونشوف هذا الرجل التايلندي اللي نشرته يعني نشرت فيديو له صحيفة بريطانية وأصبح يعني يتم تداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قام بإخراج أفعى كانت موجودة ومختبئة في محرك سيارة. أفعى ضخمة يعني مد إيده هذا الزلمة لإخراجها، وكأنه بيّن أنه صاحب خبرة طويلة في إخراج الأفاعي من محركات السيارات، ووضع هذا الثعبان أو الأفعى بحقيبة كانت موجودة مع واحد يعني في مراقب وسط حالة ذهول للمحتشدين حول السيارة. نتابع. يعني أفعى عملاقة هاي، وكيف قام إخراجها بهذه البساطة وكأنه يعني بيخرج هيك خيط بسيط. هذا في تايلاند. ننهي الآن مع هذا الفيديو لردود أفعال الأطفال خاصة لما يروحوا على نفق مظلم، كيف راح تكون؟ نتابع. جميلين الأطفال وردود فعلهم الرائعة لما يدخلوا على نفق يعني بالسيارة. ومع هؤلاء الأطفال رح نختم حلقتنا لهذا اليوم. إذا مشاهدينا الكرام، مع الشكر والتقدير على حسن المتابعة وعلى أمل اللقاء بكم مجددا بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة وفقرات جديدة كالمعتاد. السلام عليكم.
لقائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة.